يا جدعان احنا متاخرين يا جدعان وحياه ربنا متاخرين. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا دلوقتي هي دلوقتي بسحر بتفكر في حاجه تعملها هنا في الجنينه، فانا بقول لها ايه رايك لو احنا جبنا البتاع اللي هي الزهريات اللي هي الزهر دي، عارفها اللي بتحط فيها ورد؟ يا عم الزهريات على الزهر مين فين حسن يا عم؟ اسمعني بس والله حسن بيلبس. بص يا جدعان اصل سحر ومحمود يعني ربنا يديهم الصحه فرش ورمل وحاجات هنا عشان بيظبطوا النجيله. ايوه ما هي في الشتاء النجيله بتتدفى بالرمل، فهم عملوا حاجات احنا لسه ما عملناهاش، بس هم يعني ايه مهتمين بالجنينه. فسحر عايزه تعمل ايه؟ حاجات من اللي بتطلع ورد احمر وورد اصفر. ما عندنا الورد اهو يا عم، وانا محتاجين نطلع. قول لمراتك والله العظيم كله دلوقتي يقول سحر صح تظبط الجنينه وتحط فيها ورد وحاجات كده من اللي بتطلع عليها حلوه ولا لا. ولو انتوا موافقين على سحر ان هي تعمل كده حطوا لها لايك للفيديو دوت، ولا يا سحر انت صح ومحمود ده خايف يصرف. احنا عندنا كل حاجه محمود، بعد بس بعد اذنك اتاخر ورا كده وريهم الطعم بتاعك. هو شافوه الفيديو اللي فات؟ لا ما هو شافوه بقى كده بقى كامل اهو اهو بالكوتش يعني عشان الكوتش. ايوه يا ابني لازم لزوم الشيء ايه، لازم نظبط الشغل. الواد ده ايه؟ قولي معايا قولي معايا. يلا ولا ياده قولي معايا الدودو اللي يا حاجه انزل حط اللايك قبل اي حاجه انزل حط اللايك. ايش تعليق؟ طب ان حسن بيبقى تيجي معايا عشان خاطر هو شكله لسه على السرير. يلا يا لا باشا. لا والله هتلاقيه صحي. لا ما بيردش على التليفون. مش محتاج اقول لكم ايه رايكم في الاوت فيت الجامد دوت، بس طبعا انتوا عارفين وحافظين يعني برين. مش محتاجين نقول لكم. انتوا عارفين الشياكه بتاعتي بقى انا. المهم خدتونا في دوكه وما قلناش احنا. بص ادم الواد اكرم. اكرم برنس. اكرم برنس. حضرة الضابط اكرم محمود جابر. قول يا فندم. هو تاني كليك كده. ما شاء الله حضرة الضابط. هو ليه تاني كده؟ بعد اذن معاليك يا فندم، ممكن بعد اذن معاليك نستاذنك بس كده تعدينا؟ عندنا عيل غلبان اتاخد ظلم يا فندم، ممكن تتوسط لنا وتخرجوا؟ ما عندناش جوش. ما كانش معاه حاجه يا فندم، كان ماشي في الشارع فجاه كده لقى نفسه وقع في مشكله. هو مش عامل حاجه يا فندم. ابقى اجيب لك الكارت بتاعه على المكتب. هو اللي هيجيب لك الكارت بتاعه ولا راجل الكارت بتاع الضابط وديله؟ هو صحيح هو مش عارف يقول ايه. اطلع فوق احسن. اتفضل بس كده خلاص. طب دلوقتي يلا اسطى عشان نشوف حسن افندي. يلا بينا تعالى نطلع نغلس عليه. حسن كسيل بتاع الحوارات. حسن كسيل وبيتاخر. هو فين الوضع؟ مستوري على الاوضه بتاعتنا. ايه حوارات؟ ايه برنس؟ ايه حوارات اللي بتصحى الظهر؟ ايه برنس؟ احنا مش ورانا مشاوير وورانا افراح وورانا رقص. يا اسطى ما انا بجهز يا اسطى. عايزين نهز يلا عشان لسه العد على امه. وستي بيكوني النهارده انا هبقى بتعلم، خلي بالكوا. فالنهارده يوم مهم. النهارده بروفا. النهارده في بروفا هتتعمل. بص يا جمهوريه دلوقتي احنا قدام نسبه جميله جدا، فاحنا عايزين كلنا دلوقتي نقول ايه للعريس والعروسه واهل العريس والعروسه. مبروك 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 عليكم وعلينا. فعقبال عندكم كلكم يا جماعه دلوقتي، ربنا يا رب يرزقكم بالذريه الصالحه وعقبالنا يا رب. انا خلاص هتجوز يا اسطى. خلاص يا بص على البنات. هو انت بتبص على البنات؟ يا اسطى خلص. هقول لنهال انت بتبص على البنات؟ لا ما اقدرش. امال ايه يا بطل؟ يا استاذ حسن ما اقدرش. احنا متاخرين. خلاص يا انا خلاص هغسل ايدي من متاخرين ولسه هنعدي على امك. ماشي يا برنس انا خلاص خلصت مش بظبط التظابيط. هو اصلا قالت انا مش هاجي وفجاه كده قالت لي عدوا عليا خدوني. ما احنا بنحب الافراح بنتلكك. انا في الاوت فيت جامد يا اسطى، بس التيشيرت ده بتاعي. يعني ايه يعني انت بتتعب؟ يا ابني ما يا ابني يا حبيبي يا ابني يا حبيبي هو في بتاعك وبتاعنا احنا مش كلنا واحد؟ طب ما انا شاكك اللي انا بلبسه بتاعك. المشكله مش انه بتاعي، المشكله في انه لبسه ازاي اصلا. عادي عادي انا خسيت، انا عامل دايت يا جماعه. صح محمد خس في الفتره دي. انا عامل دايت والله. لما تبقى ليك بيت لوحدك وعايز اعرف يسرقك. انا عايز اقول لكم ان انا خسيت في الفتره ديت بالظبط 25 كيلو. استنى احنا عايزين ناخد مفاتيح الفيلا بتاعت الواد حسن. ليه؟ يا اسطى خش. نعرف نقلبه. يا عم بالظبط. الأوضة كانت في بيت أبوك كنا بنعرف نخشها. ما فيهوش سوق. عاد الكاميرات. عاد الكاميرات مربوطة بالتليفون بتاع الغفير. يعني يبلغ أول ما تسافر الغفير هتلاقيه عند البيت. يعني هيبلغ عننا؟ ده يبلغ على أبونا. لا يا أسطى خد أهو مفاتيح البيت أهو، خد لك نسخة وروح ادخل في أي وقت. طب يلا عشان خاطر إحنا هنروح بعربية واحدة. يا لهو على الموح. هنروح بعربية واحدة. مش مصدق. مش هنحتاج عربية واحدة. لا عربيتين. لازم اتنين. قشطة. أنت ليه طلعت فوق؟ أنت مش كنت تحت؟ انت مش كنت تحت؟ طب يلا ننزل عشان نشوف الباقيين. يلا يا نيك. يلا يا برنس. يلا يا حبيبي. يا حبيبي احنا هنخرج العربيات على ما تنزل. قدامك كتير يا سحر؟ ما تتاخرش يا حسن. الواد ده لسه بيزن؟ اعملوا له رجعه عشان الطريق. انت يا استاذ. ايوه. يا استاذ. انت وانا. انا اهو. انا اهو. انا اهو. انا اهو. انا اهو. يا لهوي الدوده البوده. انا بص لمين؟ طيب هو بيبص هنا، بقول مين دول؟ ايه البتاع السودا دي؟
يا ولا عفي. يلا يلا يا نجم نطلع العربية. يلا بينا. خدي يا انجي كده صوريني. مش عايزة يشيليه. هدي انا هحطها في العربية. انا هركب مع حد. قفلت كل حاجة؟ انا هركب مع حد. مش مفتاح معايا. مش مفتاح معايا. خد. ماشي. قفل يا انجي معلش. امسكي. روحي يلا احط الشنطة في العربية. بس انا عمي ياخد عشان هو اللي يلا. بس صدق ما شاء الله عربيتك طريه قوي سامعتي اي خدعه مين اللي هيركب هنا انا وانت والبطل وانت هتركب هنا ها هنا هيركبوا هنا اه وامي هتركب فين امك هتركب فين معاك ولا معايا معايا بقى كيس وانت صاير معايا يعني انت معاك العيال وامك اه ماشي براحتك وانت ماشي يا نجم انت اللي هتسوق ولا انا اللي هسوق انا اللي هسوق اخر كلام خلاص سوق احنا رايحين وانا سوق احنا راجعين انا ما بحبش عربيتك سوق عربيتي يا عم اي عربيتك مش عربيتي تسلم مصلحة مضلك ربنا يخليك اه انا البيت وانا هركب هنا هركب قدام ايوه امال انا هركب فين ورا كده كده اما هتيجي هتنزلك اه ضمه هتركب هنا انت يا حبيبي ما انا ضمنت ان انا ضمه هتركب هناك صحيح أيوة. ماشي يعني هترميني ورا يا زهرة على اخرتها مشكله لسه جايب لي الجولد وهترميني ورا مشكله ماشي مبروك يا سحر الغواش يا سحر الله يبارك فيك مبروك الشبكه يا سحر لا لسه ما كملتش انا مش بنوق انا بور بس ايه القر ده؟ ما نشوف الحاجة سوسو وصلت لحد فين؟ كلنا جايين نستقبل نستقبل الحاجة سعدية. لازم اجيب الجرس. لا استنيني على الباب. والله لا استنيني على الباب. افتح يا سمسم. يا هلا يا هلا منورة عاملة ايه؟ لبست ولا لبست؟ اه لبست يلا يا حجيجة لسه؟ انا قاعدة مستنياك طب فين ده مش شايف يعني؟ من الساعة 10 من الساعة 10 يا نهار ابيض جيبيها فينا ايه الجمال والحلاوة دي؟ انت كده انت ما جبتيش الطبلة عشان نرقص الطبلة عند حسن في البيت التاني؟ اه يلا مش مشكلة انت نزلت ليه؟ ياخد ست يا عم انت نزلت ليه ما خلاص جاي اهي استنى انا الناس عايزه تيجي معانا هتلبس بسرعه مين انت هتيجي اه كده كده ما عندهاش دروس ولا عندها حاجه فهتيجي عادي ماشي ايه يا حاجه عمرنا ايه ايه ده انت بتروحي طب ما لبستهاش ليه طب كنت لبسيها طالما لها غرض ما شاء الله ما قالتليش ان انا جاي بصوا بسم الله ما شاء الله الله اكبر يعني انا مش بقر ولا بحسد عقبال عروستك كده يا رب امين يا رب فالحمد لله يعني عقبال كاتب كتابه بقى ان شاء الله عقبال كاتب كتابه وحاسب في يوم حسن حسن عامل فيها ظابط بقوم النضاره انت فولت ولا ايه؟ اه انا لسه كنت بشرب كان زي ايه كنت عطشان موت ظابط نفسه حسن حسن مش ضابط ده ضابط نفسه يلا يا ماسك الواحد بس كان ناقصه ان هو يجيب سندوتشين فول وفلافل كده وتبقى الدنيا قلصت خلي التانك فاضي هناكل هناك اه امال احنا ولا حاجه غير الاكل هتركب مع حسن ولا هتركب معايا هركب مع اللي قدام مع اللي هركب قدام ما انت اي حد هتقعدوا قدام انا هركب مع حسن عشان بيغني لي حكي الله يعني وانا بغني لك ام كلثوم انت بتجيب اغاني قديمه انا بتاع الجديد ماشي يلا يلا على مرماس تجهز مين اللي هيلبسها ما تنزلوش بقى مش هنقعد نلم تاني صاحبتي الجايه يا اختي يلا يلا يا حاج صحي ولا ايه؟ اه مش قادر يفتح عيني من الشمس هو ما بيلحقش ينام؟ لا نقطة ضعف الشمس يا انا لبست في ثانية يلا هتركبي في ايه؟ هنا مع حسن؟ طب يلا وانت هتفضلي معانا غيرت رأيك؟ يلا حقيقة يا ولا يا دوم ما جيتش ليه يلا دخلت يلا عشان خاطر لو نزل ايه يا لازم انا مشكلتي في الحزام صبح صبح يا عم الحاج صبح وادي صبح وادي ادم هنجيبه في الدل وادي ادم اه الله اكبر يا ناس الله اكبر يا ناس كان نايم اصلا اه انا هسوق انا نوم اللي انت شايفه انا راكبه جنب اي حد هيسوق انا راكبه جنب السواق ماليش دعوه وانا جنب السواق والحاجه جنب السواق اه عشان بيغني حكيم اركب انت بقى مع حسن يلا روح له يلا بسم الله دعواتكم يا جماعه نوصل بالسلامه روح روح بعد العربيه الزرقاء دي الحمد لله على السلامه صور يا نجم صور الحمد لله على السلامه يا بطل وسطك اللحظات ديت وسط يا سلام اخش من هنا زمر يا ابني الشكل المنطقه غيرت خالص ازاي ده بقالك كتير وما جيتش هنا ولا اتغيرت ولا حاجه بس انت اللي مش معلقين كهرب ليه؟ مش المفروض انا جاي؟ اه عارفين ان العريس بس خد يا ولا يا ولا
ام العروسه اهي. بس بس هتخش هنا ولا ايه؟ هتروح فين تاني؟ هتروح فين تاني؟ يا هلا يا هلا. بس ايه المفاجاه الحلوه دي؟ ايه رايكم؟ مفاجاه جميله والله. لو في مفاجاه ثانيه بقى. الله مفاجاه كبيره اكتر من ده؟ اكتر من ده بكتير. هو ده حاجه ازيك يا عبد الناصر حبيبي؟ ازيكم يا محمد؟ اهلا. ازيك يا محمد؟ قبل ما تفرح دايما ايه رايك بقى الحاجه مزيزي على سن اوروبا؟ الحمد لله على السلامه يا معلم. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ لا دي مفاجاه. لا لا ايه المفاجاه الحلوه دي؟ لا والله ابو العروس كوت يقبل كده صوت يا حبيبي. انت زعلان؟ اهلا يا اشبال العيله. عامل ايه؟ ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ابو العروسه ابو العروسه اللي منور الدنيا كلها. ازيك عامل ايه؟ اهلا يا اهلا يا 100,000 اهلا وسهلا. والله نورتونا وشرفتونا وكترتونا. مش عارف يا راجل والله المفاجاه حلوه بجد. اي خدمتك في المفاجاه؟ شوف بقى انا كنت بقول لي سحر ما تقوليش عشان تبقى مفاجاه. اه والله يا راجل كده مفاجاه جميله اهي. عقبال طيب عقبال ايه؟ عقبال ان لك كبيره بتاع حسن. منوره يا باشا بلد الحبايب. يا حسن قولي عقبال يوم حسن بس اتك عليها شويه كمان. عقبالك يا حسن. يعني اتكلمت ولا ايه؟ مش هم عندهم عروسه؟ اه واحنا معانا اتنين عرسان سامعين زغروطه يا حاجه. مش هيجيبوا الفكار. الله رد عليهم كل شبه وانا يا حسن. كفر شكر واحده واحده كمان بقى عشان حسن يا ابني. لا سعر عيانه كده. الله اكبر. لا انت كده كفايه عليك يا عم. لا كفايه كده. فاضل واحده. لا لا سلوى اللي فيك. لا سلوى. مراتك الكبيره. انت اللي نازله الاول. انت جايين في بطن واحده. معاكم بتاع العربيه هتقفل العربيه. عادي في حد جوه خلع راسه؟ خمس دقايق. حد جوه خلع راسه؟ لا والله احنا يعني خش خش الكاميرا بس. ما عندناش حد قلع راسه. بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا عليكم الصلاه على النبي. عليه الصلاه والسلام. منوره يا حاجه صح. ضرورك. منوره يا حجيج. حبيبي حبيبي. منوره يا حاجه ايناس. منورين جميعا. والله انتم منورينا النهارده. طيب انتوا بقى النور بتاعكم شوفوا بقى غطى على الكل. الله يبارك. تعالى تعالى تعالى. عقبال كده اما نجي لكم كده بعد الحج خلاص كده ان شاء الله. كان في كتاب حسن كده مش فاضل غير ايمن بقى. لا لسه لسه هيكتب من غير ما يكتب. من غير ما يكتب يا ابلمونه. امال مين اللي هيزغرط؟ امال مين اللي هيزغرط؟ لا احنا اللي هنزغرط. ايوه مش عايزين كرواته لو سمحت. لا احنا اللي هنزغرط. انا اللي اول واحد. انتوا ان شاء الله مطلوبين ثلاث مرات في كتب الكتاب وفي الحنه وفي الفرح. لا يا حسن لا لا وفي الصباحيه. لا الصباحيه مش عايز حد. هو ايه ده جول مش عايز حد. مش عايز حد انا في الصباحيه يا عم. الصباحيه مش عايز بقى كده يبيعنا ياخد عروسه ويبيع ده. بيبيعنا على طول ده. العروسه اللي قبل العروسه راحت له. لا خلاص الصباحيه. وانت هتكتبه هنا ولا هتكتبه في الجامع؟ لا هنا. اهم حاجه المنديل بتاعي عشان لو ما خدتش المنديل هيحصل زعل ومشكله كبيره. معاك ده مرسوم عليه العروسه والعريس مرسوم مكتوب اسمهم. ما بقاش مناديل بقى خلاص. ما هو منديل بقى منديلك انت بقى ان شاء الله. ما راح تسمي الاثنين عقبال ما تفرحي بايمن يا ام. يا رب كده وانتوا طيبين. عقبال ما تفرحي بياسين برضه. عقبال ولادكم جميعا. الولد ادم اللي منور يا جماعه. اسمه سيد. ده على طول اي. الله اكبر. على طول اي. اه بصي يا بنت نايم. اتحسد نايم. على طول نايم. حسيت انت طولت التاب. الحوله بقى بدور قهوه او بدور شاي بعد اذنكم عشان احنا جايين من سفر. لا نتغدى الاول. نتغدى ايه؟ نشرب حاجه الاول بعد كده نتغدى. ده انا عندنا وقفه كتير. لا ده النهارده يا محمود فطير. في فطير يا محمود النهارده. الفري بتاع محمد. لا ده في فطير. ما بقاش فري. ما بقاش فري. لا النهارده لا ناكل محشي طبعا. النهارده وناخد الفطير دليفري. خلي بالكوا هيجرسوا. هناخد الفطير تيك اواي. بس انتوا لفوا الفطير وهناكل محشي. اه ماشي عينينا. ولا مفيش محشي النهارده؟ فطير
ايوه بكره محشي. احنا ماشيين بالليل. لا مفيش لا لا مفيش ماشي بالليل. لا 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 احنا عندنا عرسان جايبينهم بالعافيه. انتوا عارفين ان انتوا جايين هنا مفيش عرسان سفر بالليل. سفر بالليل زي ما حمادي ما بتقول بتيجوا بمزاجكم وبتمشوا بمزاجنا. حمادي بتقول على طول صح. لا تبعنا تبعنا صحيح. انا تبع الصف بتاعنا. تيجي عندنا يا مدام زياره وهتمشي. تعالي تعالي معانا تعالي معانا. لا انا تبع دول. هي تبع ايه ده؟ هي تبع دول. هي تبع اللي تبع. لا هي عندها يعني عندها اخلاص. هي تبع العيله بتاعتي. لا انا تبع عيلتي. ايه ايتن باشا تمام؟ انتوا عيلتي برضه. طول الطريق ما احنا اهلي والله ما فيش ما بنعيش على بعضنا. ربنا يديم عليكم الفرح يا رب ويدوم علينا المحبه والسعاده. احنا قلنا عايزين شاي. دخلت انتوا مستعجلين قوي كده يعني اول ما نيجي كده ناكل كده. ايوه عشان خاطر يبقى فيك حيل ترقص. ولا انت مش ناوي ترقص؟ ده انا ما بعرفش ارقص بتكسف. انت اللي هترقص؟ بتكسف برضه. تتكسف؟ مفيش كسوف. يلا يا حاج. الله يودي يا محمود الفطير. تسلم ايديك والله. وانتوا عارفين لو جبتوا كوبايه ميه بالنسبه لنا دي الدنيا يعني. الله يخليك يا محمود. بقى رز معمر. لا رز معمر انتوا بتعملوا الحادق مش المسكر. لا ده المسكر. مسكر؟ حبيبي. عشان اللي ما بيحبش الفطير ياكل ده. كده انا هاكل معمر. وفي كل بلد له اسم. مش احنا عندنا هنا اسمه رز معمر. كل بلد في كل بلد اسمه رز معمر. لا 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 لا. تعال. يلا. مين اللي ما قعدش؟ يلا يا عبد. دلوقتي يلا يا عم كلت والله. يلا يا اخي ده فطير ده متقطع صح؟ اه بص 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 اسمه فطير مشلت. مين اللي عامل الفطير؟ يلا يا اروى قولي. وام محمد صحيح ما تقوليش ام ايمن بس يا اختي. الباقيين طبعا بيلبسوا جايين. جايه في الطريق. جايه في الطريق. لسه بعد ناكل بقى عشان احنا واقعين. هو حسن راح فين؟ شفت كنت عايز قوم يا اقرا شاي قهوه بقى ازاي. قوم انت قاعد على الكرسي. يلا محمد هات طبق القشطه ده. قشطه في عندك قدامكم. يلا يا حاجه. يلا يا حاجه. طب يلا يا حاجه بتاخد العلاج قبل ما تنام. يلا يا حاجه نقعد. يلا يا مع اني مش جعان بس بس لازم تاكل. زهر جايبالي باتي وانا جاي اصلا. انما كان ايه مبروي مبروي. انا بحسبه هيشكر فيك. اهدى ربنا. انا قاعد مية مية. هو الباتي. تعالى انا هاكل مية مية. انا قاعد مية مية. وانتوا مش هتاكلوا؟ انا هاكلوا اهو كده. اكلتوا؟ لا والله ممكن تغدوا الظهر صحيح. دول الفطير ياما وقولي رايي. لا والرز المعمر يا محمود والنبي. وانا اول مره اكل فطير اهو. عشان الحاج موصيني لو عندي الجبنه قديمه. من عيني ليه ليه القديمه يعني ليه مثلا قبل هي زي دي مثلا. ايوه زي بنت اللذينه دي. ايوه زي دي حديثه. دي حديثه. دي حديثه. لا وعايز قديمه قديمه. ايوه ابن حد ماشي ماشي. حتى لو مش عندك شوفيني في اي حته في البلد واشتري منه. ده انا اشتريها للحاج واوديها له لحد هنا. الله يبارك لك يا رب. والجبنه يكون بره عليها الزمن. قديمه قديمه من ايام جدي وجدي. قديمه 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 قوي. مش جديده. الجديد كله مضروب. حلوه يا مازه. كل يا حبيبتي بنا والشيف. انت هات طبق العسل ده. بس الفطير هنا مختلف برضه. هات المحمره ثانيه يا محمود. الفطير هنا مختلف. لا والطعم مختلف. هو مختلف مختلف كفطير. لا هنا صنع. هنا اصول الاكل. يلا بقى يلا بينا والشيف. تجيها يا سلوى ناكل بقى. ازيك يا حاج فؤاد؟ ابو سعيد يلا. ايه بتسامع زغروطه يا علي؟ اهلا حاج بتسامع. مش سمعتش. ما للاسف ما بقتش اقدر. طب شوفينك بديل. شوفوا حد فين دوكم. ازيك يا حمو؟ عامل ايه؟ عقبال محمود يا امو. يا رب يا رب يا اولاد ادعوله. عقبال حته يا رب ادعوله. في حد زغرط مين؟ اللي ورا ما سمعتش. اهي اهي ورا. سلم ودانا. سلم ودانا. بقول كده طبعا يا جماعه. اول زور الحاج عرفه. ابو شريف غالي. ابو شريف طبعا ده اخو صح. ده بقى معزته يعني. بصوا ما اقولكوش بقى زي محمد وحسن وممكن اكتر. والله ما بقول كلام. يا رب يبقى لنا وعارفين كلام كده وكده. لا والله هو يا محمود. الله هو عالي. انا يبان عليك اهو. بس بيت الزغروطه. طبعا جهزت البوسين. بوسين جهز لك ايه؟ غزل بقى. بوسين اه ده الناس. ما تعطيش ولادها يا محمود.
الله كنت جايه كلها كده البلد منوره لا والله ده انت منورتنا لا الله يخليك يا والله العظيم مش كلام لا والله انت غلاوتك والله يعني حاجه مفاجاه جميله وكنت مستنياكوا بقى لا ما شفناش على اخر والله ما شفناش ايوه تاني معلش ايوه استنى بقى نفسهم الاول بعد كده ثواني بقى لا ثواني بقى هبصم انا بقى ايوه وبصم لي تاني هنا معلش اهو بصي اهو العدلها اهو يلا اهو يا شيماء اهو كده اهو يا خالته اهو ايوه يا مدرسه بقى اللي بره زغروت لسه يا حبيبي لسه يا لسه كنت بكتب كتاب بعدين في الوسعيه تحت كده فالمهم العروسه هتمضي مكسوف فروحت مدخل كنت انا فاكك القسيمه مضت جوه وبصمت وبتاع المهم ان مكسوفه بعد ما خلصنا والعروسه كده مكسوفه على المأذون صلى على النبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه صلاه الله وسلامه الحمد لله حمدا كثيرا جعل الزواج آية من آياته في خلقه فيقول المولى تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فالزواج هو سنة رسولنا الكريم وسنة الأنبياء من قبله لما في الزواج كما قلنا من استقرارا للمجتمعات البشرية واستمرارا لها على أساس من الفطرة السليمة لذلك يقول الرسول صلوات الله وسلامه في الحديث الصحيح الشريف يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنا الى الله تبنا الى الله وندمنا على كل ذنب وندمنا على كل ذنب وعزمنا على الا نعود الى معصيه ابدا عزمنا الا نعود الى معصيه ابدا ورضينا بالله ربا ورضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام وخرجنا من كل دين يخالف دين الإسلام نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك ونعوذ بك من كل شيطان رجيم 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 ونعوذ بك من كل ساحر وساحرة 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 ونعوذ بك من كل حاسد وحاسدة ونعوذ بك من كل حاسد وحاسدة ونسألك اللهم أن تجعل هذا الزواج زواجا طيبا مباركا ونسألك اللهم أن تجعل هذا الزواج زواجا طيبا مباركا وأن تبارك للزوجين وأن تبارك للزوجين وأن ترزقهما الذرية الصالحة وأن ترزقهما الذرية الصالحة تبنا إلى الله تبنا إلى الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله وأن سيدنا محمد رسول الله فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بس كده كده عم ناصر بصوت عالي ماشي صوت عالي كده ماشي
عم عبد الناصر قال له صوت عم عبد الناصر زوجني موكلتك وابنتك البكر شيماء عبد الناصر عبد العزيز زواجا شرعيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله يا عم عبد الناصر زوجني موكلتك وابنتك البكر شيماء عبد الناصر عبد العزيز زواجا شرعيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله لا مشرف يا مشرف زوجتك موكلتي وابنتي البك شيماء عبد الناصر عبد العزيز يا مشرف زوجتك موكلتي وابنتي البك شيماء عبد الناصر عبد العزيز زواجا شرعيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله زواجا شرعيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله عم عبد الناصر قبلته زواج موكلتك وابنتك البك شيماء عبد الناصر عبد العزيز زوجة لي زواجا شرعيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله يا عم عبد الناصر قبلته زواج ابنتك وموكلتك البك شيماء عبد الناصر عبد الناصر عبد العزيز زوجة لي زواجا شرعيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله مبروك عليك.